الشوفان واحد من الحبوب الأكثر استهلاكاً في جميع أنحاء العالم. إنه لذيذ ومتعدد الاستخدامات، وهو كنز غذائي حقيقي، فهو غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، ويساعد على تنظيم الكوليسترول ومنع ارتفاع وانخفاض الجلوكوز. يجعلنا محتوى الشوفان العالي من الألياف نشعر بالشبع لفترة أطول، وتمنحنا تركيبتها جرعات جيدة من الطاقة. ولكن على الرغم من كون الشوفان صحيا جدا، إذا كنت تعاني من مرض كورونا أو التهاب القولون أو اضطرابات ممثلة، فمن الأفضل تجنبها. يعد الشوفان من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والسعرات الحرارية القليلة، فهو مميز بمحتواه العالي من الألياف والعناصر الغذائية المفيدة، مما يجعل إضافته للنظام الغذائي أمرا جيدا. وكل 100 جرام من الشوفان يحتوي على 380 سعرة حرارية، أو يمكن القول أن الكوب الذي يشكل 80 جرام يحتوي تقريبا على 300 سعرة حرارية. يوفر الشوفان العديد من الفوائد الصحية للجسم، ونذكر من أهم هذه الفوائد. أولا، الجهاز الهضمي. الشوفان يخفف من أعراض قرحة الجهاز الهضمي، كما أنه مفيد في حالات التهاب المعدة وانتفاخ البطن. ثانيا، يعد الشوفان مصدرا جيدا للألياف الغذائية، مما يجعله خيارا مثاليا للحد من الإمساك عن طريق تحفيز عمل الجهاز الهضمي ونقل الطعام بسلاسة عبر القناة المعوية. ثالثا، يرتبط تناول الشوفان بتقليل فرص الإصابة بالسرطان. وبما أن الالتهاب يلعب دورا مهما في تطور السرطان، فإن البوليفينول الغذائي الموجود في الشوفان يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. رابعا، يخفض نسبة الكوليسترول. يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان. يساعد تناول 3 جرام منه يوميا على تنظيم مستويات الكوليسترول، كما يحفز الشوفان الغدة الدرقية التي تشارك في التمثيل الغذائي للدهون. خامسا، يقلل مستوى السكر بالدم. يتميز البيتا جلوكان بقدرته على التحكم بمستويات الجلوكوز بالدم، فقد أظهرت دراسة أجريت بمساعدة مشتركين من مرضى السكري من النوع الثاني أن استهلاك الشوفان مدة 4 أسابيع خفض من جرعة الإنسولين اللازمة لتنظيم مستويات الجلوكوز بنسبة 40%. سادسا، يوازن الجهاز العصبي. يدعم فيتامين B1 والكالسيوم الجهاز العصبي، مع تعزيز القدرة على الاسترخاء والتركيز ومنع الإرهاق العقلي. سابعا، يحفز الشبع، فهو مصدر غني بالألياف الذائبة في الماء، والتي تبطئ حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي وتحفز إفراز هرمون الشبع. ثامنا، خالي من الجلوتين، فهو يناسب من يعانون من حساسية الجلوتين،